نوجونا بمنتجات في البحرين والكويت وفي لندن وبريطانيا، ولا عندنا منتجات نحن من بلدنا. تأسيس هذه الصناعة مهمة جدا. يعني هيئة بتنظر إلى أنه تدعم وجود هذه الشركات، ولكن دعمها يتم عن طريق الحوار أيضا، ونعرف مشاكلها وكيفية التعامل معها. ما في شك الآن في مثلا عندنا إحصائيات تقوم بها الهيئة وإلى آخره، ولكن دعم إنشاء هيئة محللين ماليين، دعم النقاش ما بيننا وبين الهيئة مهم جدا الحقيقة. طيب كيف نقدر نقول أنه سيأتي الدور لشركات الاستثمار أو الوساطة كلها دور في خلق التوازن في السوق؟ لن يتم هذا حتى يبقى البقاء للأفضل. نوصل لسبعة ثمانية شركات ضخمة. لن يتم هذا حتى يكون هناك حوارات مفتوحة لدعم هذه الصناعة في السعودية وتصديرها إلى الخارج. أنت تستثني هنا موضوع شركات تابعة للبنوك طبعا. أنا استثنيها طبعا، هذه شركات يعني ولدت ولادة زي ما يقولوا ملعقة في ذهب، من ذهب انتهى الموضوع فيها. وإذا كان من العدل وحرية الرأس المال في المملكة، فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فصل تام بين إدارة هذه الشركات وإدارة البنوك الأساسية. يعني الرئيس التنفيذي في هذه الشركات يدفع الرئيس التنفيذي في البنوك، ما يعني كلام واضح. والدعم البنكية كامل. نفسها يعني. نعم، حساب بنكية نفسها والموظفين نفسهم، إلى درجة بعض الأحيان نحن جينا خطابات من بنوك تكون مفروض جاية من البنك الاستثماري حقهم، جينا بالخطأ من البنك الرئيسي. يعني إلى هذا التداخلات موجودة، هذا غير عدل، لا لنا ولا للمواطن ولا لهذه البنوك. طيب سيد عمر، هل المتداول أو المستثمر المتعامل بالسوق عندنا ترى أنه يملك الوعي الكافي اللي يستطيع أنه يدير أمواله سواء سائلة أو غيرها؟ هل هالتجربة؟ والله في العالم كله لا يملك المواطن العادي، هذه صناعة علم. يعني طيب فسر لي أن 93% من المتداولين في السوق هم أفراد. هذا طبيعة المواطن السعودي والخليجي، حب المغامرة. يعني المواطن الألماني أو عدم ثقة بمن يدير أمواله، أو بعدم ثقة، أو يعني عوام كثيرة أذكر لك إياها، بس أديك مثال على المواطن الألماني. إلى عام 1985 يمكن 70% من استثماراته كانت في الفيكس أسيت اللي هي السندات الحكومية. هو موفر، هو يريد أن يوفر رأس مال لأولاده. المواطن الخليجي بطبيعة الحال كلهم ودهم يكونوا أغنياء وأصحاب ثروات، هذه طبيعة فينا كمان، نحن لازم نكون واقعيين فيها. وبالتالي طبيعة المواطن وحبه للمغامرة، ما ودي أقول المقامرة، ولكن حبه للمغامرة تؤدي إلى هذه المأساة الأولى ولا الثانية، ولا ما كان في كروت سوا، ولا الأراضي اللي تنباع خارج المدن بأسعار خيالية، البيض والذهب إلى آخره. هذه يعني طبيعة المواطن وقبوله، وبعض الأحيان حتى مسؤولين يكونوا ورطانين للأسف حاطين فلوس في هذه الأشياء. من ناحية ثانية أنه صناعة التوفير ضعيفة، ووجود بنوك قليلة في المملكة أدت إلى ضعف هذه الصناعة. يعني التوفير تقصد السيفنج؟ السيفنج إنه نعم، الادخار. وجود عدة بنوك فقط أصابتها بالتخمة، ما هي مهتمة بالتعليم ولا تطوير المواطن ولا يعني هم اثنين بتنافسوا. يعني في نكتة مشهورة يقول لك واحد جاء قال لأبونا طلعت الثالث في سباق الجري، قال له كم سابق؟ قال له نحن ثلاثة. هي هم كلهم عدة بنوك، فللأسف المنافسة ضعيفة بينهم. وحتى لما تلاحظ نفس الموظفين يتناقلون بين هذول البنوك، يعني ما في حتى موظفين يتناقل. فبالتالي وجود المواطن بين هذه الفاريبلز أو هذه الآليات اللي تحكم الصناعة نفسها، ما حيتطور المواطن في طريقة فهمه أنه هذه الخلل. وين طيب المواطن نفسه الخلل؟ طبعا أعتقد الجهات الحكومية يجب أن تسمح لإنشاء بنوك أكثر. الخلل في انه ما سمح البنوك الاجنبيه، تعتقد انها شيء ايجابي؟ اي بس الشروط التي وضعت عليها خانقه، فهذه البنوك تكون سوريه يعني وليست لها تفاعل. لكن يعني انا تشوف مجرد ان بنوك حاضره في فروعها فقط، اي مساله سوريه. انا ما هذه ما تخوفني، تخوفني انه ودي اشوف بنوك اكثر في السعوديه تكون ريجنال بانكس وليست بنوك دوله. يعني بمعنى يكون بنوك المركز الرئيسي لها في جيزان أو في نجران أو في تبوك، شمال جنوب شرق غرب. أولا تنشئ وظائف في هذه المناطق وتثبت
انه المواطنين لا ينتقلوا الى الرياض ويزيد نسبه المواطنه في الرياض 9% زياده عدد سكان الرياض كل سنه، وثانيا تفتح هذه الصناعه وتوعي المستثمر انه هناك منافسه. يعني انا ودي بلد زي السعوديه المفروض يكون فيها 23 24 بنك، هذا للاسف لازم تنشا. الشيء الثاني طبعا انه انا كموظف كنت في بنك سعودي، من الصعب انك تعرف من هو في المسؤول في مؤسسه النقد اللي تشتكي عليه البنك، يعني ما في اليات للشكوى، وبالتالي لا الجهات الرقابيه ضعيفه من الناحيه هذه. في لجنة الأوراق المالية ضعيفة في التعامل مع مشاكل المواطن الصغير، بس حسب معلومات انه ما تستطيع ترفع شكوى الا لازم يجيك قرار من مجلس الوزراء. يعني تجي انا ما ادري، بس انا اقول لك المسألة ضعيفة لانه مسؤول زيي او خبير زيي ما عنده فكرة عن الموضوع. طيب استاذ عمار، كيف نقيس اداء شركات الاستثمار ونقول هذه مثلا شركة ناجحة؟ هل هو قياس بالارباح، قياس في التوسع، قياس في الاداء، قياس وين؟ يعتمد متى أنشئت الشركة. يعني مثلا الشركات التي أنشئت في السعودية لها عمرها 3 سنوات أو أقل لا يعتمد على الربحية ولا التدفقات النقدية، ولكن يعتمد على عدد العملاء، على توزيع العملاء، على عدد الديلز اللي نجحت فيها، وعلى النمو، لأنها صناعة جديدة. يعني ما بعد 3 سنوات يجب أن تكون ربحية، ما فيها شك، والربح يتضاعف بطريقة خيالية، يعني 40-50% كل سنة في عدة سنوات. كذلك إذا طبعا ما في مننا أي شركة مساهمة مفتوحة، وبالتالي نحن شركات مغلقة، عمق المساهمين اللي فيها.